أزيل الستار مساء اليوم بمقر الجمعية الوطنية العامة للدورة التدريبية حول فنون التحقيقات البرلمانية التي نظمت لعدد من البرلمانيين بالتنسيق مع برنامج دعم الإدارة الرشيدة التابع للاتحاد الأوروبي. وقد ترأس المناسبة مسؤول قسم التدريب بجمعية الوطنية. التفاصيل لدى محمود حسن سمبو. ممثلو الشعب سيما الذين شاركوا في أعمال هذه الدورة حول فنون التحقيقات البرلمانية التي استمرت ل72 ساعة يكونون من الآن فصاعدا قادرين على القيام بإجراء أي تحقيق برلماني يهم المواطنين، سواء فيما يتعلق بمراقبة أعمال الحكومة أو غير ذلك من مواضيع مختلفة، ذلك على ضوء مختلف المواضيع التي ناقشوها خلال أعمال الدورة. هذا ما عبر عنه أحد النواب الذين شاركوا في أعمالها. مثل في حالة صعبة ولا حالة تطور، يعني الجرائد تكلموا بها والشعب التشادي بدور، يعني بعرف شنو الحاصل، شنو الحصل ده. نينا نمثل الشعب، واجب نوقف الشعب في الشيء اللي بكون الشيء الغير عادي ده. نينا لازم في البرلمان نتخذ قرار ونسوي بحث عشان نكشفوا الحالة دي، ووقت خلاص التكنيك اللي وصفونا ليه ده، يعني كيف في البداية نعمله وكيف معناتها في أشياء معناتها اللي في ماجر أشياء اللي بحسس كيف بكون نسول بايز ده شنو. هذه الدورة حول فنون التحقيقات البرلمانية التي تعد الأول من نوعها بالنسبة لنواب هذه الولاية التشريعية الثالثة قد تساعدهم من دون شك في القيام بإجراء أي تحقيقات برلمانية قد تتفق والواقع الميداني.